تتولد تكبر شوية تبغى تقلد أبوك ولا أخوك، بعدها تشتغل، بعدها تطلب زواج، بعدها تشتغل من ما تشتغل، يبغالك سيارة، تشتري سيارة وتعيش حياتك وتبني بيت وما أعرف إيش، تخلف أولاد، كبروا الأولاد، سابوك تزوجوا، نفس الحركة اللي عملتها لأبوك وأمك عملوها لك، وبعدها تفضل لحالك، وبعدها الخاتمة هنا، هذه الخاتمة إلى حفرة فيها متر ولا متر وسبعين ولا متر ولا اتنين متر على الأكثر، والسلام عليكم، وانتهت الحياة الدنيا. الله ينعم علينا وعليكم بالحياة الآخرة إن شاء الله بالجنة مع الرسول. في ناس تمشي عند عرافين عشان يشوفوا المستقبل وما عرشيش، حاجة الحرام هذه، يمشوا عند عرافين وتقول المستقبل كذا والمستقبل كذا وجاي كذا. أنا اليوم حعرف لكم المستقبل بطريقة مختصرة جدا، طريقة مختصرة جدا. هذا المستقبل، هذا المستقبل، هو هذا المستقبل. السلام عليكم أيها الراقدون، السلام عليكم أنتم السابقون ونحن اللاحقون. كيف وجدتم الديار يا أهل الديار؟ هذا المستقبل. لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله.